شوية وعندي مغص كده، قلت اشرب حاجة سخنة واخد دواء وارتاح شوية. اغرف لك؟ اغرفي يا حبيبتي. ما احنا مش هنستنى ولا؟ لا بقول لكم ايه، انت هتستنوها ولا ايه؟ ولا ملهاش اي مواعيد، لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ يا لهوي في ايه؟ كوكي الحقي كوكي بتحرش لي كوكي مالها دي؟ ايه في ايه؟ باي 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 مالك يا كوكي؟ كوكي يا رحمن الرحيم حبيبتي من يستر يا رب. مش كنت طلبتي مني الليمون من اسبوع؟ خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايزه افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زيارة عائلية. عائلية؟ انا اسفة يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليلى، انا معرفش خالد فين. انت ما فهمتش. شبشبة وحنشبشب، خناق وحنتخانق، قلة ادب ومفيش اكتر منها. هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته. ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلاجل قد كده، والناس هتبطل تيجي لك العياده هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكلة بينك وبين خالد، أنا إيه ذنبي؟ عايزة بنتي يا خيري. وصلني يا خالد. أنا عارفة إن أنا عملت له فضايح ومشاكل كتير. بس ما توصلش إن هو يمنعني عن بنتي. أنا بترجاك دلوقتي يا خيري. أقسم بالله العظيم. وحياة حبستي في السجن ظلم، لو رست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد اذنك؟ اديني فرصة وانا هبقى كلام. انا استنيت كتير، خلاص وصلت لاخري. حسن تليفونك. ما تتأخرش. لمي لي الناس دي، انا مش عايز دوشه وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجي ليه طالما مفيش تصوير؟ يا حبيبه قلبي، هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور. ده كف صاد كومبارس صاد. قعدت تقولي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. يا استاذ شوف يا حبيبي، ده اللي كنا هنتفق عليه. نزود لك شويه كلام، شطات مع البطل، وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج يا جماعه الفيديو اسست يطلع للمخرج بسرعه. روحي يا حبيبتي للاستاذ المخرج، خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق. بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي، يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي نشف. اهل الفن واخر الليل. سيمة حلوة واللي فيها احلى. هي دي الرجولة صح. تصدق بيه؟ انا كنت فاكراك بني ادم. انت بتكلميني انا يا بت؟ ليه؟
هو انت بني ادم؟ لا موتسيك يا اخويا. يا ريت، ده حتى الموتسيك بيسخن اكتر منك بلانيله. شفت البيت صلية العامة بتكلمني ازاي؟ انا لو عايز اخرجها اخرجه من النهارده قبل بكره، بس القانون بقى القانون لا يعرف السكان ولا اخلاق السكان. على فكره بنات الرقاصه دول كلهم نسوان شمال، طول ما هم في السنة ربنا مش هيبارك لنا ابدا. احلى كلام قلته حاج عبد العزيز، هو ده الكلام. نعمل ايه يا علوة؟ الرقاصة لازم ترحل يا معلم. مالك اتخضيتي كده ليه؟ لا ما اتخضيتش ولا حلو، اتخض ليه عادي. مش هتطلعي ولا ايه؟ لا مش هطلع، انا طالعة السجن. في ايه يا باشا؟ في ايه؟ مالك قفشة كده ليه؟ مش قفشة ولا حاجة، بالصراحة يعني راجعة مش شايفة قدامي وانت شكلك رايق صراحة. راجعة مش شايفة قدامك منين كده؟ لا يا باشا لغايه هنا وستوب بقى، الحكومه ملهاش تسال رايحين فين وجايين منين، ولا انتوا فاضيين يعني فوقتوا تتسلوا؟ الحكومه ما تسالش لم روحك ولا غادي كفايشك ولا عشان اتبسطت معاكي حد اتجرأي عليا. ايدك ساقعه يا كوكي، حرام عليك. يخص عليك يا بنت يا اخي، بيتك بديل والله العظيم. ده غير اقلعي، يلا البرنس ده هعمل مساج عليه ازاي؟ لا لا انت مجنونه، هو كده حلو قوي. ما تعرجيش بقى، انا مش فاهمه انت هتتجوزي ازاي منكوسه وانت كده. انا عمري ما حد لبس جسمي. بس ما بلاش السهواكه. ايه مفيش راجل لمسك؟ انت مجنونه؟ لا طبعا، ده هي مره وحيده عمرو جه يحاول يبوس ايدي كنت هقع فيها، قعد يضحك عليا. اصلها عروسه بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوزد. رايحه فين؟ جايه جايه. والمساج؟ انا بقى اللي هعمل لك مساج. لا لا ما تهرجيش. لا لا لا، اصلها عروسه بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوزد. مش زي العرايس اليوزد. ايه مفيش عفه؟ بتشوح البيت. انا مش فاهمه، رفعي رد السجون. طب وحدامك لو وريك رد السجون دي هتعمل فيك ايه؟ الحقوني، انا هوريك رد السجون. الحقوني يا صفية. بعدينا كده ونطلع على اي مكان في بحر وننزل بيتهمنا يا اختي.